السلام عليكم. اليوم قبل ما نجي للملعب تواصلت معكم وقلت لكم بانه غتكون واحد المفاجاه انا كبيره عندي، واحد المبادره كبيره يقدر واحد كيما تقول واحد باش يستقبلها، ولكن بالنسبه ليا رائعه حق واحد الشخص. هذه المبادره هذه كنت بها شخصيا مساعده واحد السيد عتاب العربي الخطابي هنا في قطر من الدارين المطبعه. هذه المبادره شنو هي؟ معنا السي عبد القادر الحجازي كنشكره على الدعم ديالو هنا في الملعب، هو انه صوبت كونسيبت ديال موجه لحمد فارس. حنا عارفينو بانه احد رواد مونديال 1979، فائز بالكره الذهبيه وفاز باللقب الوحيد الافريقي كعميد للفريق، واحد افضل لاعبين على مر تاريخ كره القدم. هو الان يعاني مشاكل صحيه، ما نكروش بانه المؤسسات المعنيه اتصلت به، وزاره الجامعه مؤسسه محمد السادس الافضليين هذا اتصلوا به، هذا واقع باش ما نبقاوش غير نقولوا لا ما كاين والو ما كاين والو، اتصلوا به عرضوا علينا كان شي حاجه خاصه. حنا الان صوبنا هذه اللافته هذه، كنتمناو انها تكون شفتها المنتخب المغربي هو اللي فينا، ولكن ما هناك اجراءات ما نقدروش نوصلوا لها. فانا اللافته اهداء السي احمد فارس، وكنتمنى له الشفاء العاجل، وكل الناس ديال محمديه وكل الناس ديال المغرب تيبغيو السي احمد فارس. هاد اللافته هذه عندها معايير باش تدخل الملعب. الفيفا فارضه بانه اي لافته اللي فيها جوج متر على متر ونص ما تحتاجش لترخيص. الا تجاوزتي هذا المقياس هذا فانه تضطر انك تاخذ ترخيص. وصراحه راسلتهم ولكن باش ديروا بوندرول كبير، ولكن بالي بانه غادي ياخذ ليا الوقت بزاف، والجمعه ما تيخدموش البارح، يعني اضطريت انه نصاوب هذا الحجم هذا ديال جوج متر على متر ونص، ودخلنا بالاجراءات وصلنا لهنا. وكل مره تيقلبوا، كل مره تيقراوا، تيعيطوا الناس يقراوا العربيه باش يشوفوا شنو فيه تفادي لاي اشكال. وهذا صراحه الفكره جات صوبت الكونسيبت، وشت مع العداء السابق العربي خطابي اللي هو اللي داني لواحد الطباعه وطبعته تماك. وتنشكر السي عربي، تنشكر السي عبد القادر الحجاجي، هذو كلهم ناس اللي تعاونوا معايا في الدخول، تعاونوا معايا في كذا. فهذا اهداء البطل ديالنا، كنا نتمناو انه يكون هدف في الملعب، يكون هادشي في الملعب، ولكن ربما ما مفضل ثاني ما نشوش على الجامعه او شيء من القبيل هذا باش يكونوا مركزين على المباراه. المهم هو انه البادره دارت، هذا هو المهم. وها هي كاينه في ملعب التمامه، كاينه في ملعب التمامه قبل انطلاق المباراه. فتحيه لك السي احمد فارس، وبالشفاء العاجل ان شاء الله. انت ديما في القلوب ديالنا، انت البطل ديالنا، انت حامل الكره الذهبيه لاول مره في تاريخ كره القدم المغربيه، انت اللي شاركتي في مونديال 70، وماشي بولي والبرازيل هما احسن منا في الاعتراف، داروا هذيك الخطوه فتحنا نقدروا نديروها بامكانيات بسيطه، وانت حامل اول لقب كاس افريقيا الوحيد اللي عندنا في المغرب. فشكرا لك السي احمد، والله يطول في عمرك، والله يعطيك الصحه، وديما عزيز علينا، وديما راك مبتسم، وديما عفيف، وشدد على كلمه عفيف، لانك فعلا من اعف الناس واللاعبين اللي شت. ما تطلبش، ما تنتظر حتى شي واحد شي حاجه، الله يعطيك الصحه والله يطول في عمرك. تبارك الله عليك السي احمد، ونتمناو انك تكون فاء الخير كما بغات تكون المباراه، فانت اتتي هذا الملعب هذا بحضورك. تبارك الله عليك سيدي احمد، الله يعطيك الصحه. سي عبد القادر مندوب وكاله المغرب العربي انباء في قطر، احنا اليوم كنتواجدوا في هذا التمامه هنا اللي مسنده الاسود، والعمل الانساني بطبيعه الحال كيتبنى على التراكم. مبادره ديال الاخ منصف تندرج في هذا السياق هو تذكير الجيل الحالي واستذكار الاجيال السابقه. احمد فارس احد صناع الفرحه المغربيه في مجال كره القدم، احد لاعبين المهاره الذي كان سيد زمنه وصاحب الكره كما يقال. الان طريق الفراش، نتمنى له الشفاء العاجل، ونشكر الزميل منصف، الله يكثر من جاره. منصف يعرف جيدا ماذا يعمل، ويعرف صالح ماذا يعمل لصالح المغرب. نعم متخصص في المجال ويقدم الشيء الكثير، نتمنى ان يلتقط المسؤولون الاشاره ويفهموا الترشيد. شكرا. الشفاء العاجل السي احمد فارس، الشفاء العاجل السي احمد فارس، كنتمناو ليه الشفاء. الى تشوف السي احمد هذه الزويره هذه، وتقول انك انت في المونديال حاضر، الصحه ديالك ما زعفاتش، ولكن راك انت كنتي مع بولي 1970 فاش كان لعب بولي، والبرازيل ماشي احسن منا اللي غادي يلعب بولي. Thank you.
معنا شمت تازي من المحمديه، شفت البادره ديال لافيده ديال احمد فارس، وربما عنده واحد تفاعل اخر انا تفاجات به. احمد فارس، شمت تازي، لافيده نور الدين الله يرحمه، نور الدين تازي. وش غنقول لك فارس، وجدت توت مون انفونس، وجدت مون سوغي، فوالا. الله يشافي الله يشافيك الله يشافيك، تبارك الله عليك شمع. تشوفوا معنا البندرو اللي درنا السي احمد فارس مع ياسر عبد الخطابي لاعب الدوري السابق والمغرب كنفتخروا به، اللي كانت المساعده ديالو في هذا الانجاز ديال هذا العمل هنا في قطر ممتازه، ورانا البلاصه فينا نطلعوا معنا هنا ودار عمليه تواصل ممتازه. هذه تقديرا للسي احمد فارس، تكريما ليه، نتمنوا ليه الشفاء العاجل مع متمنياته للمتالمين طول العمر. وهذا غير نكرمه في مونديال لانه هو حضر مونديال.